ايه خلاك تدعبسي في مذكرات منيرة المهدي؟ والله يعني دي جت كده، انا كنت شغاله في حاجه تانية خالص، كنت شغاله في اسمهان. وبعدين وانا بقلب في المجلات والجرايد القديمه استوقفني صور الست دي وطريقتها وهي يعني واقفه على المسرح، بيجيبوا لها صور كتيره جدا. وقعدت ادعبس لغايه لما لقيت انه في سنه 58 مجله البوليس منزله المذكرات بتاعتها. فقريتها، بس لقيت ان المذكرات مش عكس كل الحياه بتاعت منيره المهديه. فروحت راجعه بقى بالجرايد والصحف والاخبار اللي عليها والنقد اللي كان بيتكتب عن، لقيت حياه كامله مش منيره المهديه اللي الناس عارفه انها ست بتاعت اغاني خليعه وبتقعد تنافس الفنانات ومش عارفه ايه. فانكبيت على الحكايه دي، وبعدين اكتشفت ان دي ست قويه جدا، يعني مش مجرد مغنيه، يعني واحده تبقى كمان اخرجت، كانت مخرجه، اخرجت كارمن وتاييس ودول اوبرا مسرح غنائي، اول سيده يعني عربيه حتى كمان مش مصريه تخرج، ودي ما حدش عملها، يعني ما حدش كان بيجيب سيره ان الست دي اخرجت. بالاضافه اللي انت بقى قلتيه، اول واحده تسجل اسطوانات، اول واحده تغني في الراديو، اول واحده بقى عندها فرقه. ها، ما فيش ست عملت فرقه، هي اول امراه تنشئ فرقه ليها باسمها فرقه منيره المهديه، حتى وهي اما بدات تمثل ادوار الرجال. مش كده بس، ده العوامه بتاعتها زي ما انت قلتي كانت بيغيروا الوزاره في العوامه دي، يعني بيعقدوا اجتماعات سياسيه. سعد زغلول كان بيجي يهرب عندها في المسرح متخفي، فلما يكتشفوا الجمهور يبداوا يتجمهروا ويعملوا وتبدا تغني بين الفصول اغاني وطنيه. مش بس كمان غنت لسعد، دي كانت بتحرض الفلاحين ان هم ما يبيعوش الزبده بتاعتهم للاجنبي، وان لازم يبقى لنا صناعه وطنيه، وطول الوقت تغني اغاني وطنيه، مش يعني تطلع كده. يعني حتى لما عملت الاغنيه بتاعت توت عنخ امون دي سنه 22 23، راحت عامله مقطع ليه علاقه بمقاومه الانجليز. يعني ايه اللي جاب توت عنخ امون لفكره انها تبقى بتقاوم، يعني تحرض المصريين على انهم يقاوموا الانجليز. هقول لك حاجه كمان، جوزها اللي اتجوزته محمود جبري ده جوزته ازاي؟ هي راحت تخرج الطلبه من السجن لما الانجليز مسكوهم، فقال لها طب ما تتجوزيه، في واحد ما كانوش، قالت له خلاص هتجوزه، فراحت متجوزاه اللي هو بقى مدير اعمالها، واللي هو بهدلها برضو بعد كده.